السلام عليكم خوتي، تبارك الله عليكم في هذا الفيديو الجديد. الان رحنا في واحد الجنان ديال البتيخ. هذا النهار الفيديو غير ديال البتيخ، غير ديال البتيخ، وسمحوا لي بزاف الا شهيتكم في البتيخ. هذا النهار الفيديو كامل غير ديال البتيخ. رحنا موجودين الان في طريق قابوياوا، باقي قابوياوا 5 كيلومتر عند واد ملويه، وهذه المنطقه هذه كتمتاز بالبتيخ، والبتيخ والدلع والضرا، يعني الضرا. خوتي تابعوني في الفيديو، وما تنساوش لايك كومونتير وبارطاج، وما تنساوش سبسكرايب الاشتراك بشحال ما اشتركتوا. كنزيد انايا نقلب على فيديوهات زوينه وكنقلب على مواضيع زوينه خوتي. وها هو البتيخ. راه شويه معك، واش تاكل غير بوحدك ولا؟ راه شويه معك صح. والله ما تحشم بالله، هاد الشموشه تاع صاحبي وكذا، كتبرد غير بوحدك وانايا ما نبردش ولا كيفاش؟ راه شويه معك صح. قاود قاود اللي راه يفرشها بحالو. الله يلا بار هاد المنظر هذا، ما تلقاش الله ما تلقاش دخل يا صاحبي. الصحة والراحة. الله يلا باص. إذا خوتي السلام عليكم، تبارك الله عليكم في هذا الفيديو الجديد. الآن راني في طريق قابوياوا، تقريبا ما باقيش بزاف طريق قابوياوا، واحد 5 كيلومتر تقريبا. ولفت لانتباهي واحد الجنان تبارك الله ديال البتيخ والدلع اللي غادي نوريه لكم. تبارك الله تبارك الله، البتيخ والدلع هنايا تبارك الله كما كتشوفوا. منظر زعما واعر صراحة، شيق، واي واحد يتمنى يشوفه تبارك الله. شوف البتيخ، هذا الدلع، هذا الدلع البلدي، ماشي داك الدلع الكبير، وهذا هذا بلدي معروف على المنطقه هذه، كيديروا الدلع البلدي وكذلك البتيخ تبارك الله. حيت الدلع البلدي كيكون صغير ولكن حلو بزاف. شوف كيكون حلو تبارك الله. شوف هادي ها هو، شوف تبارك الله تبارك الله، داك الشيء زين. وهنا البتيخ عاود كذلك، او البتيخ تبارك الله. شوفوا تبارك الله، خير تاع مولانا الكريم ما شاء الله. هذا فيديو حصري ثالث عيد اليوم ان شاء الله، اللي غادي نلونسي لكم هذا الفيديو هذا تبارك الله. هذا الشيء كامل خير تاع مولانا الكريم. وهذه المنطقه كتمتاز هنايا بالبتيخ بزاف، كيديروا البتيخ والدلع كما كتشوفوا تبارك الله، خير تاع مولانا الكريم. ما شاء الله زعما شي حاجه في المستوى تبارك الله. شوف حاجه تبارك الله في المستوى، الدلع البتيخ ما شاء الله. دول عسل ديال الشنا انت هو زعما ما ساهلش. ها شوف شوف ليلى، صحتك صحتك. المنطقة هذيك كما قلت لكم اصدقائي كتمتاز بالبتيخ والدلع، طريق قابوياوا قدام ملوية. ملوية تبارك الله، خير تعمل هنا الجهة كاملة فيها البتيخ والدلع. شوفوا هذه اللي كنشوفوا فيها الان ديال الجيش الاسباني، كانوا كيدسوا فيهم الذخائر ديالهم باش كانوا كيواجهوا العدو. الجيش الاسباني اللي موجود هنايا في ملويه، طريق كابدور، طريق ديال كابدور ملويه، راكم عارفين ملويه كاينه هذه، وكاينه داك اللي شفنا هذاك النهار في الفيديو السابق اللي بجيت بالصفصاف، اللي صورت لكم واحد الفيديو راه كاين تحت
ودابا خوتي راني في واحد الجهه اخر اللي حتى هو فيه البتيخ تبارك الله ما شاء الله. هاد المنطقه كما قلت لكم كتمتاز بالبتيخ، الناس ديالها كيديروا البتيخ هنايا على حسب الماء كيجي البتيخ تبارك الله حلو. لحقاش كل منطقه كتمتاز بواحد التربه معينه والماء معين، بحال مثلا منطقه ديال فزوه كتجي فيها الجلبانه حلوه، وهاد المنطقه هذه ديال ملويه طريق قابوياوا كيجي فيها البتيخ والدلع تبارك الله حلو. يعني لا قالوا لك البتيخ ديال قابوياوا ولا يعني غير بلا ما تبقى تشاور ولا شي حاجه، يعني هز حبه وكولها وصافي تبارك الله. المنطقه كما كتشوفوا غنيه ثروات تبارك الله، الفلاحيه كما كتشوفوا فواكه بزاف ما شاء الله، البتيخ تبارك الله. ما شاء الله هنا في الكاميرا كيبان لك صغير، ولكن شوف شوف يدي كي داير هذا واحد النوع ديال ماشي بتيخ ولكن كيقولوا له اناناس. يعني كاين هنا تقريبا جوج ديال الانواع ديال البتيخ، كاين بتيخ داك الحرش وكاين هذا كيسميوه اناناس. ها هو البتيخ، ها هو داك البتيخ الحرش ما شاء الله. لكن تقريبا جوج ديال الانواع اللي دارو مولاهم هنايا. هذا شوف هذا البتيخ، ها هو شوف هذا وكاين هذا، تقريبا جوج ديال الانواع اللي كاين ما شاء الله. وكاين الجهه اللي ملهيه داير فيها القرعه، غادي نمشيو لك الجهه الجهه من دير فيها القرعه هذيك الطويله، على روح الحراره تبارك الله الان ما شاء الله. تبارك الله هذه المنطقه كما قلت لكم كامله عامره بالتيخ، وراني ندور هنا مع هاد الشموشات والمشكل نسيت الموس يا صاحبي، خاصك الموس باش تفلق هاد هو المشكل، سخونة لو كان كاين شي ثلاجة صغيرة ولا يا صاحبي. وا نجيبو معنا واحد الثلاجة صغيرة هنايا وتفلق وتحشي فيها والله إلا عالم تبارك الله. شوف يا بسم الله تبارك الله، شفتو خير تعمل أنا. دابا خوتي راني في واحد الجنان ديال القرعه تبارك الله، قرعه الجنان هذا ديال القرعه تبارك الله ما شاء الله. قرعه كي دايره ما شاء الله، هذه كي تعرف كي تجي مع الطعام تبارك الله. جيب طعام كسكس المغربي شوفوا تبارك الله ما شاء الله. وما نساوش البتيخ هذه الجهه راها تحت الجهه منا. تبارك الله قرع انا ندوزو لواحد البلاصه اخرى ديال البتيخ ما شاء الله. البتيخ تبارك الله ها انتم تشوفوا البتيخ تبارك الله، الجهة كاملة ديال البتيخ. وبلا ما نساو الضرا، هيا الضرا تبارك الله الجهة. البتيخ يا البتيخ تبارك الله، البتيخ ديال قابو ياوا هذا، ومن تسمع البتيخ ديال قابو ياوا ايوا راك عارف الحلاوة تبارك الله كي داير. لحقا
القشره هنا كيمتاز عندهم الماء والتربه كتمتاز بواحد النوع يعني خاص على المنطقه الاخرى وعلى المناطق الاخرى. اصغر بطيخة شتا في هاد الجنان هاكي شتا اللي خصك تسناها شهر عادي غير طيب. الشعبية اللي كيدير مع الكاسك ديال الموتور تعرف امشط ولا ما تمشطش. هيا الضرا تبارك الله واحد الحرارة تبارك الله ما نقولكمش. ضحكوا عليا تعرف تمنيت تعرف كل مرة كنتمنى نتلاقى مع واحد الشخص كنشوفو غير في الافلام وكنشوفو غير في الرسوم المتحركة والان هو واقف قدامي اللي غادي نوريه لكم الفزاع. هانت شتو هاو هذا كنشوفو غير في التلفازة وفي الرسوم المتحركة ودابا راه حدايا مباشرة. تبارك الله عليك كيراك داير بخير مالك نتايا ما تاكل ما تشرب ما كسراتك نتايا يا سبحان الله وكتخلع في القوابع. القوابع ما بقاش يخافوا بك كاع شي مرات يوقفوا لك هنا شي مرات يوقفوا لك هنا تسرعوا عليك يا صاحبي والله الا تسرعوا عليك يا والو دير شويه العزه على راسك وتحرك خدم على راسك يلا تبارك الله خير تعمل البتيخ 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 هذا النهار هذا الفيديو غير ديال البتيخ وغادي نشهيكم في البتيخ غادي تبقاو تقولوا يا ريت كون رحنا تما نضربوا هذه ونعاودوا لهذه ونضعوا لهذه ونعاودوا لهذه تبارك الله. ها انتم شوفوا البتيخ يا البتيخ لتذكر اصدقائي هذا المكان هذا راه طريق قابوياوا باقي هنا القابوياوا 5 كيلومتر عند الساقيه ديال الملويه ماشي الساقيه ولكن نقولوا واد ملويه. هذه البلاصه غنيه بالبتيخ ما شاء الله. غادي نشهيكم في البتيخ هذا النهار في هذا الفيديو ديال البتيخ. نتمنى من الله خوتي تعاونوني في البارطاج وراكم تما خوتي راني عارف كومونتيرات ديالكم كاملين كنقراهم وسمحوا لي اللي ما جاوبتوش في كومونتير وراني كنقرا الكومونتيرات ديالكم كاملين والتعليقات ديالكم كاملين خوتي وشكرا. الصا هي اللي بقات وحيده صحيه للنعاج والبقر والحواله هي اللي تقريبا والزرع هذيك الزرع بلا ما نهضروا عليه الزرع صحي هذه هي الماكله الصحيه للحواله. شتي الا كان صاحب الحولي يوكل غير الفصه ويزيد لها شويه النخاله وشويه الزرع تبارك الله كيطلع الحولي ولا يطلع عجيب كاع اللحم ديالو ما تزرق ما والو حتى اللحم ديالو كتكون صحيه ماشي بحال اليوم كيدفعوا له داك الماكله ديال برودوي شيميك. الحولي كتشريه كتذبحو كتلقى الماكله ديالو زرقاء الماكله ديالو بحال اللي كتاكل التراب ديال الفصه اللي كياكلوها النعاج الحوالة. كتكلموا على المغامرات راني فواحد البلاصه تعرف ولا اش نقول لكم كتحكي حكايات وكتحكي رموز. هاد البيت هذا كي داير هاد البيت هذا كيحكي رموز ويحكي حكايات يعلم الله شكون اللي كان ساكن فيه واش باقيين حيين ولا ماتوا. وشوف الابن ديالو كي داير هذا راه على الاقل عنده شي 120 عام ولا اكثر. شوف حتى حتى تقريبا التربه طلعت على الاخر شوف شوف الباب ديالو قداش 70 سنتيم هذا كيدل على ان الارض طلعت وعنده مع كثره الماء وكثره الفيضان يا اما لبني هود في الاساس يا اما الاخر اللي طلع ما عرفتش ما غاديش نقدر ندخل له لحقاش شويه تكون تما شي حاجه خطيره سامه او شي حاجه حيت راني بوحدي هنايا وما كانش اللي غادي يعتقك في هذه البلاصه هذه كما كتشوفوا خوتي.
نشارك معكم هذا الفيديو هذا، وراكم عارفين ما كنبخلش عليكم باي حاجه، ونسف السدره والنبق. الطفوله ديالي كامله انايا فوتها في النبق والسدره في الشراعه. اكتشفت واحد الاكتشاف غير دروكي، هاد المنطقه كيعيش فيها الجربوع، لحقاش كيدير بزاف ديال الحفاري. ها انتم شوفوا، حفره هنا، حفره هنا، حفره هنا، حفره هنا، هو اللي كيدير هاد الخدمه هادي ديال الحفير. شوف واحد داير بحال الفار وسميتو الجربوع، راه معروفه في المنطقه هنايا، وفي شي خطوط هكا يعني زين، كنت تشدو هكا تقدر تربيه يعني زين بزاف ملون.